تاريخ 5/6 أصدر مجلس الوزراء في حكومة الحكومة العراقية قرار بإنشاء أو توحيد التعرفة الجمركية لثلاث مناطق في شمال العراق، وهي شيلاوة وليلان ومنطقة جمرك فايدة. اعترض أو طلب مجلس محافظينه بتاريخ 10/10/2018 التريث بتنفيذ هذا الإجراء لما له انعكاسات على الحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار داخل مدينة الموصل، سيما وأنها هي المدينة المدمرة التي قد خرجت من حرب داعش، والوضع الاقتصادي متردي جدا، وأغلب فئات المجتمع لم تحصل على مرتباتها أو مدخراتها، فالحالة المعيشية بصورة عامة ليست بالمستوى المطلوب. بعد ذلك قامت هيئة الجمارك العراقية بإلغاء هذا القرار، وذاك بتاريخ 4/1/2018، وتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، ولكن لم يتم العمل به، واستمر الجمرك بعد أن توقف لمدة يوم واحد وسحب الموظفين، ومما كان في هذا الجمرك هو ظهور حالات من الفساد. تطلب استدعاء 27 موظف إلى بغداد والتحقيق معهم. عملية الجمرك واستحصال التعرفة الجمركية من البضائع كانت بنسبة من 0% إلى 200% حسب نوعية المواد، ولكن شابه هذه العملية عمليات فساد وظهور مافيات وطبقة بيروقراطية، وذلك عن طريق إما تخفيض الضريبة الجمركية المستحصلة للدولة وذهابها إلى جيوب الفاسدين والمتنفذين المشتركين أو المستفيدين من إنشاء هذا الجمرك في هذا التوقيت وفي هذه المنطقة. مثلا أحد عمليات الفساد هو مثلا تأتي سيارة محملة بخمسين طن سكر أو عدس أو من أي مادة غذائية، المخرجين الجمركيين يستحصلوا أو الوصولات الرسمية ولكن بوزن 30 طن، أما باقي 20 طن فتذهب إلى جيوبهم. المشتركين في هذه العملية قاموا بتأجير أكشاك ودكاكين صغيرة للناس بأسعار خيالية. هذا ناهيك عن انعكاس ذلك على الواقع المعيشي والاقتصادي داخل مدينة الموصل، فمثلا غلت جميع الأسعار، المواد الغذائية، البيض، المواد الإنشائية، مواد البناء، كل المواد التي يتطلبها السوق في محافظة نينوى. كل هذه هذا الفساد وهذه العمليات زادت من أسعار هذه المواد الضرورية لحياة ومعيشة المواطن، وفي ذات الوقت ظهرت هذه الطبقة المتنفذة البيروقراطية الفاسدة والتي لا تزال تعمل، ولكن للأسف هذا خرق للقانون عندما هيئة الجمارك الوطنية تأمر بوقف العمل بهذا الجمرك وهو لا يزال يعمل. فما معنى هذا؟ هذا أنه لا يوجد دولة، لا يوجد سيادة، احترام للقانون، وإنما من يحكم هو حكم عشائر وعصابات وميليشيات المتنفذين. والأنكى والأمر أن الكثير من تجار محافظة نينوى يعانون من هذه وتداعيات هذه العملية، وحتى أن البعض منهم يعني يعمل لغرض العمل فقط، وإنما بالنتيجة هو خاسر وأمواله في نقصان، ولكن خشية أن تعاد الكرة أو خشية الجرائم أو الخطف أو الابتزاز أو استخدام القوة ضدهم يبقون صامتين للأسف، ولكن القليل منهم طالبونا وناشدونا بأن نطرح هذا الموضوع على وسائل الإعلام. نعم، أنت برأيك حلول موضوع الجمرك خاصة بعد صدور قرارات بغلق، ما هي الحلول؟ الحلول هو أن تكون الحكومة العراقية حاسمة وأن تنفذ، ليس العبرة في تشريع القانون وإنما متابعته، ويجب أن يكون ذلك أثر ذلك واقعا على الأرض، وهذا غير موجود لحد الآن. الدولة يجب أن تبسط نفوذها وقوتها عن طريق سلطة القانون.
وبالنسبة للقرار الصائب لدى مجلس الوزراء الذي صدر بأنه لا يجوز فتح جمارك جديدة في خاصة اللي صار به إشكالات في نينوى في معبر اللي موجود بالفائدة، فهذا كان المفروض التجار يلتزمون بقرار مجلس الوزراء، وجت التريث من قبل مجلس الوزراء، ولكن أين دور محافظ نينوى نوف العاقوب؟ وأين دور مجلس المحافظة الذين هم يمثلون الشعب ولا المفروض يكونوا يلتزمون بهذا الأمر؟ هم يقومون بواجبهم كدور رقابي وكدور تنفيذي بأن يوقفوا هذا الحد من الانتهاكات لخرق لحقوق الإنسان في نينوى. صدرت من هيئة الجمارك العامة قرار بأنه تريث توقف هذا الأمر، ولكن لحد الآن هم ماشي في أمرهم، فهذا خرق كبير. أين سيادة الدولة بهذا الأمر؟ أين موقف المجلس المحافظة اللي يمثلون الشعب؟ أين دور المحافظة الجهة التنفيذية اللي تقوم بواجبها؟ لا نشوف من عندهم أي تقدم بهذا الأمر. احنا في بداية الأزمة اللي صار في تحرير نينوى كان المواد في نينوى مواد رخيصة جدا، ولكن عندما بدأت بعض السياسيين مع التجار من نينوى ذهابهم إلى بغداد وإيتاء بأمر بعمل جمرك خاص لهم في نينوى، فأدت إلى تصاعد الأسعار وإلى كارثة حقيقية في الموصل، ولحد الآن أهل الموصل يعانون من هذه المعاناة. برأيك الشخصي ما هي الحلول؟ الحلول الحقيقية اللي صدر أمر من مجلس الوزراء بأن يتنفذ وهذا القرار بأن يلغي هذا المنافذ، مثل منافذ فايدة ومنافذ الأخرى اللي موجودة، يكون منافذ رسمية حدودية فقط. تأتينا شكاوي كثيرة من التجار ومن المواطنين على هذا الحال، وإحنا بدورنا فاتحنا به مجلس رئاسة مجلس الوزراء في وقتها بأنه لا يجوز أن لا يجوزها بهذا العمل أن يكون هيئة خارج المناطق وليس مدينة داخل المدينة يكون بها منافذ حدودية، فهذا خرق لحقوق الإنسان وخرق للدستور العراقي، لأن احنا عراق موحد. التأخير اللي يجي يعني تعال جنابك إذا راح تمسك سرة في سبيل تدخل الجمرك، فهذا جمرك إلى جمرك في ساعات احتمال أيام، فهذا يؤثر على الموقف دخول السيارات إلى المدينة. في هذه الوقفة الاحتجاجية مع الإخوة عزمنا الأمر على أن نقف وقفة جادة ووقفة احتجاجية تجاه ما يحصل في مدينتنا ويحصل على ساحة عموم العراق. عندما تضعف الدولة وعندما تتردى الأمور ويصل الأمر أن كلام رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو كلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يعمل بها، تضرب عرض الحائط، عندما تكون القرارات متناقضة والأمزجة هي التي تتغذى على الوقائع المدمرة، يكون الحال كما هو عليه الآن. طالما نحن نتحدث عن موقف ما يسمى بجمرك فايدة ووقوف السيارات طوابير طويلة لأجل الدخول للموصل، وهذا يتخالف مع الدستور ومع القوانين النافذة، علما بأن مجلس الوزراء مع شديد الأسى والتأسف أنه يميل إلى إصدار مثل هذه القوانين أو هذه التعليمات لعمل سيطرات وجمارك وهمية هي مجرد حالة من حالات الابتزاز، وبذلك يخفق موضوع الدستور في السلامة الوطنية والأمن الوطني، علما بأن المنافذ الحدودية هي التي تكون دائما لها السيادة على الموقع ما بين دول الإقليم ويعني المنافذ أو الاستفادة من استيرادات من الخارج في المدينة. يعني يطيب لي أن أقول أننا اليوم
نعيش حالة من حالة الكراهية تجاه ما يصدر من بغداد، حالة من حالات الاحتجاج، حالة من حالات التعرض إلى ضغوطات في كافة مراحل أو كافة مفاصل الدولة العراقية. وهذا طبعا يتشابه عندما يكون رئيس الوزراء على هذه الدرجة من عدم الالتزام وعدم الانضباط في تشكيل الوزارة، ويكون المحافظون ميالون إلى الأمزجة الشخصية، ويكون هناك نواب مع الأسف ووزراء سابقون يدخلون في صفقات فساد وصفقات يعني تعاملية من ورائها أرباح ومن ورائها منافع شخصية، يكون حال البلد هكذا. هناك قول سمعناه سابقا أن في أزمنة الحروب يكون تجار الحروب يستوردون سلاح، يعملون على إطالة أمد الحروب للاستفادة، تكون الأمور مثلا والمواد الغذائية والمواد الاحتياجات اليومية في حالة نفاذ بسبب سيطرة قعقعة السلاح. لكن عندما يعم السلام يعني يكون هناك دور للدولة، دور للأهالي، دور للناس الطيبين، دور للناس المثقفين الذين قلوبهم على الوطن. أما من يأتي من السماسرة والدجالين ويعني أحباء الدولار ويعملون على إقامة سيطرة من هذا الطرف وذاك، ويشاركهم بعض من يعملون على الساحة يعني ساحة الأحزاب وما يلحق بالأحزاب من تنظيمات عسكرية، فهذا هو عين الفساد. ومع الأسف نقول أن أهل الموصل بحالتهم الحالية وهم في أمس الحاجة إلى الخدمات وإعادة الإعمار، تراهم عاجزين عن الوقوف بوجه هذه المافيات وهذه التحركات المشبوهة. نعلم من هذا المكان يعني صوتنا موحدا إلى كافة الأطراف الجيدة والأخوية من نواب ومن وزراء ومن أهل جاه ومن حتى عشائر، أن يعملوا ويتوسطوا، ونحن نتوسط معهم لدى الحكومة المركزية في بغداد أن تعمل اتفاق، وهو هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن نتخطى به هذه العملية الابتزازية، العملية الفضائية الهوائية. يعمل اتفاق مع أقليم كردستان وتكون الأمور موحدة ومشاركة في المداخيل ومشاركة في الرقابة، وبذلك نقضي على هذه الآفة. مع الأسف أن هذه الأمور تجري وهي يعني ليست في مستوى طموحنا، أنه ينبذ ناس أو يظهر ناس يعملون على في السر وفي الخفاء والاتصال بجهات فاسدة، طبعا يعملون على إقامة، وإذا بين ليلة وضحاها نفاجأ بأن ساحات تعدل، جريدرات تشتغل، كابينات وأكشاك تعمل، وإذا من ورائها حالة من حالات الفساد. والله وتلله وبالله هذا يمين قسم، يعني ستكون اللعنة لاحقة لكل هؤلاء الناس الذين أمتهم وأهلهم وشعبهم في الموصل يعاني الأمرين، وهم يعملون على 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 هذه العمليات الابتزازية. وإذا ترى الأسعار خاصة رأس المال والتجارة دائما تكون حساسة تجاه أي عمل من أعمال التدخلات ويعني فرض الضرائب والرسوم، فترى الأسعار تتصاعد، ترى الناس في حالة غيظ وفي حالة زعل. السيارات هذا الطوابير يا ناس يا عالم، طوابير على أطراف الشارع، وإذا لأنه بضاعة داخل الموصل. اليوم يجب أن نعمل على أن تكون الموصل مدينة مفتوحة، مدينة حرة لكل الاستثمارات وكل أنواع التجارات حتى تنتعش وتعود إليها الحياة. كل يعلم أن مدينة الموصل خرجت من الحرب محنة كبيرة، فالمواطن الموصلي خرج تعبان من الحالة اللي هو بيها. ساحة جمرك فايدة كنا نتوقع أنه البطالة اللي موجودة والعمل المستشري، البطالة المستشري في محافظة نينوى، استبشرنا خير بهذه الساحة وأن تلبي طموحات أهل مدينة الموصل اللي عانوا ما عانوا من الإرهاب والبطالة والظلم الذي وقع عليهم، إلا أن الذي حصل عكس ذلك. هذه الساحة كانت موقفها موقف سلبي تجاه المدينة من ارتفاع الأسعار، فالتجار بدأوا يرفعون أسعار المواد الغذائية على أهالي المدينة بعدما استبشروا أن تكون لهم فاتحة خير لما يعانوه من هذه المعاناة.
وصراحة الدولة كان دورها يعني دور ما كان دور مؤثر، كان هناك تأثيرات من جهات متنفذة في هذه الساحة والدولة كان دورها ضعيف. احنا المواطن يتمنى ان اذا الدولة تأخذ هذه الجبايات بطريقة قانونية وفق القانون اللي صدره مجلس الوزراء في 5/6/2018، لا ضير في ذلك الا ان الامور اللي حصلت انه جهات متنفذة تدخلت في الحصول على مكاسب مادية على حساب المواطن الموصلي وحساب المواطن العراقي. فنحن نطلب بما أن هناك تأثيرات على المواطن وهذه الساحة أصبح المتنفذين والمستفيدين منها جهات محدودة وأشخاص وجهات متنفذة، إلا أن المواطن هو الخاسر الوحيد في هذا. نطلب الدولة يكون لها دور بارز وفاعل ومؤثر وأن تراعي المواطن، وأن ارتفاع الأسعار إذا كان الدولة لها دور مهم في هذا يكون ارتفاع طفيف لا يؤثر على المواطن الموصلي. إذا نطالب الدولة أن يكون لها دور، وأن إذا هذا الدور لا تستطيع أن تؤديه إغلاق هذا المنفذ حتى صراحة، لأنه أصبح عبء وثقل كبير على مواطني نينوى. تعيش الموصل أزمة خانقة اقتصاديا بعد تحريرها من مراتن داعش، ولكن اللي يحدث أنه تشجيع المنتجات الداخلية للمواطن للمنتج من أبناء البلد واعتمادنا على الاستيراد الخارجي يؤثر تأثير سلبي على استهلاك المواطن نتيجة ارتفاع البطالة بالموصل وعدم فتح المشاريع الإنشائية والخدمية وإعادة الإعمار. هذا التأخير له تأثير سلبي على المواطن نفسه، لأن السلع الاستهلاكية للمواطن بدأت بالارتفاع أكثر من اللازم. عندنا هنا بالقانون الجمارك، هو المقصود بقانون الجمارك فقط المواد اللي داخلة من خارج القطر وليس من داخل القطر. الآن اللي قاعد يصير المواد اللي داخلة داخل القطر هي أيضا تأخذ عليها مأخذ جمرك، فيصير تعريفتين جمركية، تعريفة خارجية وتعريفة داخلية. إلى أن تصل إلى محافظة نينوى راح يصير ثلاث تعريفات عندنا، يعني سيطرات ما لها أي داعي، وكل من يجي يحسب نفسه على حساب أنه جمرك. هاي نقطة. النقطة الثانية تأثيرها شنو؟ تأثيرها سلبي على المواطن. المواطن الفقير اللي ما عنده معدوم مين يقدر يوفر قوت اليومي للعائلة إذا كانت بطالة كثيرة ومشغول ماكو. الحل أولا تخفيض التعريفة الجمركية فقط على الحدود، هذا جمرك دولي ما متعارف عليه، أما كداخل الدولة ما ممكن أن نفرض تعريفة ثانية. هل تتوقع أن أكو جهات متعمدة؟ نعم هاي سماسرة تجارة ما يقدر يأثرون، لأن الضحية منو؟ الضحية راح يصير المواطن وليس التاجر. بعدين رداءة المواد اللي قاعد يجيبوها من الخارج تفوق شكو شيء تالف بالخارج يجيبوه، ما يدي يجيبوا شيء براسه خير، ماكو شيء فائده منه، يعني اكسباير من تيده يجيبوا بس مجرد ان يتبدل القطعه مالته ويمشوا يجيبوا ابخس الاثمان ويبيع باغلى الاثمان هنا، والضحيه المواطن. احنا شلون نقدر نعاون المواطن اذا قاعد نشوف هاي اكسباير وانا بدي ابيع اياها؟ يعني يشتري باتري مال سياره، الباتري من تيصل كذا سنه يجيبه ب 10 دولارات يجي هنا يبيعه 60 70 دولار. يعني أنا شفتها بعيني هاي موجودة. اطلع فاصل. اسحب تعال. الجمرك أثر علينا، الشم ما أثر علينا، أثر على كل الناس أثر. يعني صرنا إحنا ست شراني ما مسوق، أي بضاعة ما مسوق. إذا تنظر بس على المحل عندي، المحل ده عليه ست أربع فارغ المحل بورا الجمرك. زين؟ زين أثر. وما تقدر يعني تجيبه وتدفع جمركه انت ما تمسك حتى فلوسه ما تمسك، زين خساره كلها خساره، ايجاراتنا غاليه، الجمرك غالي على ياخذون، يعني ان شاء الله ما بعد يعني ما ظل بيها اي تحمل، ما بيها ربح، ما ظل عندنا ارباح، بيها ارباح ماكو. زين المن الطالب من الناشئون؟ ها؟ المن الطالب من الناشئون؟ الناشئ الحكومه، الناشئ الحكومه الاتحاديه، الحكومه ناشد الوزير، رئيس وزراء ناشدوا يسوون لنا صورة حل بهذه، ناشد المحافظ
يدعونا بالبرلمان يفضون هاي يشيلون هاي الازمه من علينا. السواق اكو تنمر من السواق نتيجه الازدحامات داخل القنبله. السواق ما لي اعلم بي الي. عندي واحد تاخر ما تصدق. تتاخر شلون؟ تياري تتاخر. تتاخر بازدحام قمرق لانه بين زخم 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 على القمرق. زخم على القمرق يعني مرات يطول السائق طول يومين ثلاثه على ما يدخل السواق طولون زين يعني مشاكل انا اعاني منها كثير انا اعاني منها هاي مال القمرق يعني كل السوق هذا يعاني منه. وارتفاع الاسعار وطبعا شوي ارتفعت الاسعار شلون ما ارتفعت؟ ارتفعت الاسعار واثرت على المواطنين قلت الحركه زين وقلت الحركه زين يقول لك اصلا احنا الموصل يعني الموصل يعني تعبانه بشكل تعبانه زين من ناحيه الاقتصاد ماله زين ناس ما عندها ناس سلكانه ناس تعبانه تغلي عليه الحاجه تغلي عليه شوفه صعبه عليه بعد ما يقدر يعني يشتري شيء تجي على طبقه البيض تجي على غيره تجي على غيره كله اللحوم تجي عليها كلها غاليه تجي على البضائع كلها غاليه الغذائيه زين زين الحل يرفعون القمرق عننا الحل يرفعون القمرق ما هذا الحل ماكو غير حل كلنا طالب بيها كل الوزارات طالب بيها وكل البرلمان والمحافظ يطالبون بيها لان نريدهم. والله اثر علينا بكثير شغلات بالمواد اثر علينا بالحمل اثر علينا بالتاخير اثر علينا بكل شيء يعني اثر علينا. سيارات تتاخر شيء اعتيادي زخم على القمرك زخم كل يومين ثلاثه عم تتصلنا سياره تاثر الشمات تاثر اسالك عليه حركه ماكو انا عمال يوم الاكو شغل نشتغل يوم الماكو شغل ما نشتغل. زين شغل في القمرك مالك بيت منكم؟ لا ما عندنا حد كله واسطات اللي عنده عرف اللي عنده جابه. الاسعار قد تختلف؟ والله كل ماده فرقتها دولار شويه كله براس الفقير هاي فقير ما يقدر لا ياكل ولا يشرب. انا راي الشارع بهذا الموضوع الموصل العالم رايح بهذا الموضوع والله حشاك زفت العالم كلها تعاني منه. شو الطالب؟ من الطالب؟ والله طالب حكومتنا هاي طالب ان يشيلوه او يلقوا لنا صوره حال او يرجعوه على مكانه. هسه كم قمرقين علينا احنا يعني هنا هنا والشمال اذا بضاعه تجي من الشمال واذا بضاعه من هنا راح تجي علينا قمرقين علينا لو قمرق واحد اي بيها مكان معاناه اكو غادي من القمرق ازدحامات والله زخم كثير انا وصلت القمرق غادي بس زخم كثير. القمرق مأثر علينا نحن الكارتون مثلا صعد عليه 3000 نحن مثلا صعد علينا ما قمرق على الكارتون 3000 نحن ما نصعد على المواطن نصعد على المواطن المواطن مجبور يشتري هي واقعة كلها براس الفقر يا حبيبي القمرق ما قمرق كلها واقعة براس الفقر الكروة راح تغلى القمرق غالي زين كلها راح تقع براس الفقير ما حد واقع بيها غير الفقير. والله كل كرتون 5-10 مات كثير هو ما واقع بيها غير بس الفقير. تتاخر بضاعة ما تجيكم؟ تتاخر مرات يومين ثلاثة ما قمرق على الساحة على ما يطبع على الساحة ما قمرق وعلى ما يطلع وعلى ما يكمل الأوراق والله بالغاء القمرق يعني بين محافظه ومحافظه ماكو قمرق باي دوله باي هذه باي دوله باي هاي ماكو محافظه عن محافظه قمرق تعرف القمرق الرئيس مثلا ابراهيم الخليل ميناء ام قصر هاي القمارق يعني ما محافظه على محافظه قمرق ماكو. ايش الحل شنو؟ والله الحل يلغون القمرق وشوف وطني ما واقع بيها غير بس الفقير. نحكي له
كيفك. تاثير الجمرك بالنسبه للسوق هسه يجي يتبضع لازم موجود كل شيء، فشاحنات تاخر عما تدخل الجمرك ياثر على السوق كامل يعني. وبالنسبه للسوق هنا حتى تاثيره يعني حتى بالنسبه للحم يعني اذا الحراره سيصير به صعود شويه شويه هيصعد يعني الاغنام تطلع خارج نسبة بالمئة قد تقدرها انت يعني بالنسبة للصعود؟ يعني تقريبا 20% 25 صعود صار بيه. السبب شنو؟ السبب هو ما يطلع مثلا من الموصل على بغداد سحب يعني اغنام ما اغنام وحسب الطرق والجمرك الدخول ما دخول فتصعد المواد من هنا يعني والاغنام تصعد فيبين على السوق كله ياثر على السوق تاثير والله نطالب كل شيء يتواجد يعني بالنسبه يدخلون شاحنات يسالون الامور مال الجمرك ما الشاحنات تدخل هاي عمال كلها على باب الله كلها عمال 100,000 عامل بالسوق هنا بالجزائر كلها ترجع فارغه على بيوتها ماكو لا تنزيل شاحنات ولا ابد لان هذا يغذي السوق كله يغذي ميناء الجزائر من اللحوم اللي يجي يتبضع كامل من كل شيء ابو اسواق ابو محال ياخذ لحم يسوق مواد غذائيه ويطلع. والله انا لو انت متابع انا لو انت لا ما يروح على راسي على راسي. بالنسبه للاسعار بالاسواق طبعا اختلفت الاسعار نتيجه الجمارك المفروضه على البضائع اللي تدخل الموصل. وهذا شيء أثر على ارتفاع الأسعار بشكل يعني غير طبيعي مما أثر على الفئات ذات الدخل المحدود يعني هسه الفقير ما يقدر يشتري اللحم ويشتري البسطرمة ليش دخله محدود يوم ما يشتغل ما ياكل وجبة واحدة باليوم اكو عوائل انا اعرفها تاكل وجبة واحدة باليوم وهذا كله نتيجة الأسعار وجبة واحدة انا اعرف عوائل حاليا موجودة تاكل وجبة واحدة باليوم ليش الفقير ما عنده شغل ماكو هسه الاعمال كلها متوقفة بالموصل يعني الى درجة السوق راكب الفقير ما عنده رواتب بس اصحاب الرواتب هم اللي هسه يمشون السوق بس اللي الكسبة انا اقول لك ماكو اي شغله تفيدهم والله احنا نطلب من الحكومه التدخل بهاي الشغله يعني مال الجمارك اللي ارتفاع يعني ظاهره ارتفاع الاسعار محافظة نينوى خلال هالفترة الأخيرة هي حسب ما افتهمنا من التجار ومن أهل المحلات أنه بسبب النقاط الجمركية اللي موجودة بين محافظة نينوى ودهوك وهذا أثر على السوق يعني حقيقة الأسعار ارتفعت بشكل واضح جدا قسم من المواد يمكن ارتفعت أكثر من 25% على السعر اللي ماشي ضمن سوق الموصل قبل هذه الفترة. احنا كمواطنين نطالب من الجهات المسؤولة رفع يعني هذه القيود او هاي الرسوم على المواد الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وإعادة الأسعار إلى ما قبل هاي الفترة. اثنين يعني مقارنة قبل أسعار الموصل كانت يعني أسعار مناسبة بالنسبة للمحافظات البقية. حسب ما نعرف الآن الموصل الأسعار بالموصل أغلى من كافة المحافظات بسبب يعني حسب ما افتهمنا بسبب هذه النقاط الجمركية اللي انفرضت على محافظة نينوى. أيضا احنا شفنا خاصة منطقة الحرة هذه السيارات والشاحنات واقفة تنتظر الدخول حتى ترسم جمركيا يمكن المرة الثانية أو الثالثة حتى تصل سوق محافظة نينوى. هذا أيضا يعني خلخل بالاسعار اضافه الى توفر السلع والمنتجات داخل الاسواق الموصل. الحل يعني يبقى يم الدوله انه ترفع هذه الحواجز والنقاط الجمركيه
وتعيدها الى ما كانت عليه قبل هذه الفتره. الاسعار انا احكي لك حتى يعني موضوع الطماطه وال يعني الاكل اليومي الاستهلاكي للمواطن هسه ارتفعت الاسعار يعني بشكل واضح بالسوق. يعني هسه حتى البايع الخضرة المتجول من تجي يقول لك انا والله التاجر دا يبيعني هالشكل. تسال التاجر يقول لك التاجر نقاط انا دا ينفرض علي قمرق ورسوم قمرقيه واضطر اني هم لا اخلي لي هامش ربح، فهذا منو دا يتحمل؟ يتحملها المواطن. المستلزمات الطبيه ايضا نفس الشيء. يعني حتى الصيدليات هسه ايضا الاسعار اختلفت، اسعار القضايا الطبيه والادويه ايضا اختلفت، ايضا السبب نفس السبب. رفع هذه الرسوم الجمركيه والغاء الجمارك الداخليه خاصه وتخفيض الجمارك الخارجيه. نعم، التمست انه هناك ارتفاع في الاسعار في مدينه النصر. طبعا خاصه المواد الغذائيه حتى الخضروات، المواد الانشائيه، وانت تعرف مدينه الموصل هي هسه بدات الحياه الطبيعيه واستمرت فيها البناء والناس بدات يعني تكون نفسها من تمويلها الذاتي وليس عن طريق التعويضات. يعني بدون تعويض من اي جهه او من اي شيء. المستلزمات الطبيه طبعا ارتفاع في الاسعار اثرت اثر كبير وملحوظ على المواطن. طبعا اكو يعني مواطنين عندهم امراض مزمنه تلاحظ يشترون هذا العلاج باسعار باهظه، مثلا سعر العلاج قد يصل الى ال $100 او ال $50,000 $60,000، فهذه كلها عبها على من هو على المواطن، والمواطن ما عنده غير دخله محدود، فلازم انه تكون الحكومه المركزيه لها الصوت الصارم وتاخذ قانون بالغاء هذه الرسوم الجمركيه لكون تنهض مدينه الموصل مره ثانيه وتكون تقف وتعيد نشاطها الاقتصادي. ما عندك فلوس؟ لا والله ما. الواقع الصحي في مدينة نينوى بعد اندحار الإرهاب والدواعش وتسير المدينة على ما هي عليه نحو الخطى للتقدم والازدهار، لوحظ في الآونة الأخيرة أنه هناك حواجز جمركية صرمة جدا اللي من باب التأثير أنه هي كلها على مستوى العمل بالمستشفيات اللي صار ضعفها يعني عملها ضعيف، وكذلك الأدوية وكذلك بعض الأجهزة الطبية اللي فرضت عليها هذه الغرامات الجمركية. في هذه الأثناء خلال تنفيذ هذه الأمور اللي تتعلق بالقانون الجمركي راح يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من حيث المداخر، من حيث المستلزمات الطبية، من حيث كل الأمور اللي تتعلق بالمواطن، فهي عبء ثقيل جدا على المواطن من حيث الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والذبحة الصدرية وما شابه ذلك، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى اللي تتعلق بالأدوية اللي يراجعون بها الأطباء، ويكتب أيضا على راشدة الصيدلية أنه بعض الشركات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار جدا جدا باعتبار أنه فرض الجمرك عليها قوي. ولهذا السبب احنا نلاحظ أنه المواطن دا يتعب تعب كلش قوي في سبيل أنه يصل إلى الشفاء، ولكن بعض الأدوية والشركات ترتفع الأسعار ما أثر على المستوى المعيشة. يعني هل هنالك مشاكل حقيقية في أسواق المصرف التجارية تجاه الجمرك؟ نعم نعم، بتلاحظ أنه أنت تفتر بالسوق بالأسواق تلاحظ أنه على مستوى ارتفاع جدا جدا عالي، لأن هناك تجار يتفاوضون على هذا التعامل، وهذا التعامل احنا فيما يخصنا احنا كنقول يعني نقدر نقول تخفف من عمليه البناء المستعجل اللي هي رفع الادويه اسعاره والاجهزه الطبيه اللي تساعد المواطن للشفاء. شو الطالب دورك كمواطن حكومه باتجاه رفع الجمرك؟ انا اطالب بانه القانون يجب ان يسن وتعديل القانون بقانون. اذا من خلال دراسه القانون الجمركيات هالمفروضه على المحيط القطري يعني محيط العراق كله هناك منفذ رسمية هي اللي تعم هاي الشغلات اللي مسؤولة عنها وليس التعريفية الجمركية داخلية، وهذا المفروض احنا.
والله هي سلبياتها كلش صارت كلش مزعجة، يعني سلبيات قوية. احنا استبشرنا خير بالفتح الجمرك مال فايدة، ولكن انعكست علينا شو الأسعار كلها صعدت علينا، الملتزمات الصحية صعدت، الطبية صعدت، المواد البناء صعدت، المواد الغذائية كلها صعدت علينا، لأن الجمرك قاعد ياخذون منهم جمرك كلش هواية حسب ما يقولون التجار، إضافة للسواق السيارات يعانون من الساحات كلها ساحات طين، لا تبليط لا خدمات بيها صحيه للسواق، اضافه للسر الطويل، يعني سره طويل سره مزعج. احنا استبشرنا خير بهاي بهاي الساحه، قلنا راح تستفاد منها الناس، والقرى الدائر ما دورها كلها قرى الحديدين، كل القرى مهدمه وتعبانه، شبابها بطاله، فقلنا راح تصير عمل، يصير كذا، يصير فرص عمل للناس، ممكن العالم تستفاد منها، ولكن انعكست علينا بشكل. تسأل التاجر، التاجر يقول لك أنا أنطي لأبو هذه الدخولية 5000، لو أنطي لأبو الساحة 25، أنطي أبو الكذا 50000، إضافة أن الجمرك يأخذون مني كذا. حتى أذا أجيب بضاعة من دهوك، هي بضاعة محلية من دهوك إلى الموصل، يأخذون مني جمرك. فهذه انعكست علينا صراحة، يعني أذت المدينة. احكي لي عن تفاصيل الساحه، الوضع بالساحه شلون؟ الوضع بالساحه حسب ما يقولون عده جهات يعني مسيطره عليها، يعني عده جهات مسيطره عليها، ناس تاخذ بالعرض ناس بالطول. فالدوله وينها؟ الدوله غايبه، الدوله ماكو قرار مركزي للدوله على الساحه هذه. حتى مثل ما يقول عملها يصير منتظم نظامي والناس تستفاد من هذه الساحه. فكلها قاعده تروح على من هين ومن هين ومن هين، فكلها وين تتراكم براس المواطن الموصلي. بدل ما يساعدونا طلعنا من هذا الحرب ومن هذا الدمار، بدل ما يساعدونا انه باذونا بهاي العمليه. معاناه السواق، السواق يعانون بشكل سبب التاخير، ساحات ماكو، خدمات ماكو بالساحه، يظلوا 3-4 أيام بالساحه، فهاي وين كلها تنعكس على المواطن، كلها تزيد علينا اجره، كلها تزيد الاسعار علينا. فيعني حقيقة ما استفدنا من هالساحة، لو ما فاتحينها كان هم أفضل. يعني هسه الساحات الموجودة بالدول المنافذ الحدودية، منفذ واحد ياخذ جمرك وخلاص، شنو احنا صاير؟ الشمال ياخذ جمرك، يجي هنا على ساحة فايدة ياخذ جمرك، يطلع يمكن ما أدري ما أعرف وين على طريق معقوبة ما أعرف وين هم يدفعون جمرك. هي ما صار عدة قرارات، يعني متعددة الجهات، كل جهه تريد لنفسها. الحل الدوله لازم تتدخل بصوره صحيحه، بصوره جديه، تتدخل وتسوي لها قرار مركزي قوي، تستلم الساحه بصوره صحيحه، يصير قرار منظم، تسعيرك وجمرك واحد. ليش احنا بالشمال تدفع وتجي تدفع فايده؟ لو يتفقون هناك يدفعون له، هنا يدفعون جمرك واحد وشيء منظم، تستفاد من الدوله. يا اخي هاي مردودات لمن؟ هم المواطن. ليش هسه ضايعه بجيوب الكذا والكذا والكذا والكذا، راح على عده جهات بجيوب ناس غيرنا، غير مواطنين مستفادين، جهات مستفاده ومواطن تعبان، ليش؟ نجي على الغاز، غاز ماكو، يجوا التراكتور يبيعوا ال 100 لتر ب 25000. جمرك منين على الغاز؟ والله هاي عاد ما ادري، هاي الدوله هي تعرف الشغله، مو انا اعرف الشغله، هي احتياجي من الجمرك وهي نازله تسلسلات. تروح على البنزينخانه هم تقضي بسنه وبنزين ماكو بالبنزينخانه غاز. هم ينتظر الا يبزع وماكو غاز بالبنزينخانه. هاي شنو سببها؟ سببها من الجمرك وانت نازل، يعني البضاعه تجينا من برا هم بالجمرك يقمرقونه. زين هو من يقمرقون ومنين طلع هذا الفرق التاجر؟ هم يندر وين؟ على المواطن. فالمواطن لا حول ولا قوه، يعني ايش يسوي المواطن؟ يطلع برا على الخدمات، هم شوارع ماكو. شوارع كلها مكسره، هسه تروح علينا على القاهره والنهضه والبنوك هنا تفتر بالشوارع، يعني حتى مشي ما تقدر تمشي، مو سياره. ما ينمشي، يعني مشي بلا سياره، بلا سياره ما ينمشي، وهسه اشوفك الطرق كله مكسر ومقطوع الطرق. طريق الجمرك الرئيسي شلون؟ الجمرك الرئيسي هم كله تخسفات ومكسر، لا تريلا تمشي به، لا سياره تمشي به، يعني لمن تراجع لمن تقول ما تعرف، كل من تراجع يقول لك هي بعدين وبعدين، وانتظر وقدم طلب وارجع وروح. وهذا سؤال، صار ارتفاع بالاسعار؟ ايه ارتفاع، صار اسعار بالارتفاع. ايش قد تقريبا؟ ارتفاع يعني كل حاجه قاطو ربع صعده. يابا شنو تجي على ابو المحل؟ يابا ليش صاعده؟ يقول لك ورا الجمرك صعدوا علينا، والله التاجر صعدوا علينا، والله شنو السبب؟ يقول لك الجمرك من يجي من غادي ياخذون من عندنا جمرك بقد حق الحموله.
زين احنا منين نطلعوا هذا النقص؟ الادويه صاعده عندكم؟ اي الادويه بنوبه، الادويه بنوبه فول يعني صاعده. البارحه رحت على الدكتور، وديت ابني مريض على الدكتور فزع، والله سجل لي على سوى كشفيه وهذه ب 15,000 فزع، سجل لي على حب، قال لي روح على صيدليه معينه، احنا ما نبي نشخص ولا من هاي، قال روح جيب لي علاج من فلان صيدليه، الصيدليه يمو. رحت على الصيدليه انطاني 3 انواع حب، ايش قال حقهم؟ 50,000. يابا معود شلون عدل بدل، قال والله هذا 50,000. رحت على اشاعه النوب، قال لي رد لك اشاعه، رحت على اشاعه 15,000، واني داق لي بحدود ال 100,000 على حبابي وكشفيه مال الدكتور. هو اعتيادي كلها سبب الجمرك، عرفت شنو السبب؟ طالب دورك مواطن بالموصل، والله طالب يشيلون الجمرك عندنا يسووا له حل يعني، او يشيلونه يدعمون المواطن، او يسوون علاج هنا يعني يوفرون خدمات ويوفرون علاج. اذا من يحطون جمرك لازم الاسعار ترتفع، هذا السبب يعني، السبب مفهوم يعني. البضاعه تجي من برا اذا ما عليها جمرك التاجر ما يقدر يتلاعب بالسعر. تاخر البضاعه عليكم اكو تاخير؟ اي اكو تاخير، تاخير البضائع، الترالات واقفه، السيارات واقفه، ما الا سنه وانتظار، وعلى ما يجي القمر تعرف سياره سياره وانتظار وتشيك وجيبوا هذا التاخير يعني، حيل تاخير، اسبوع 10 ايام يظل بالقمرك ولا شنو على مود القمرك، هم تاخير وهم ياخذون فلوس من عنده. زين هذا من يجيبها شو يبيعها؟ ما يبيعها بحق البضاعه، لازم هم يصعد قاط قاط ونص، وهذه المشكله نعاني منها يعني، هاي اللي نعاني منها احنا. الوضع يعني مأساوي يعني، وضع متدهور، عالم تعبانه، ماكو احد يدعمها، ماكو احد يلبي طلباته، ماكو احد يصلح هاي الشوارع، لو بس تيكله هم يفرشونها، ما يريد تبليط وما يعني، بس يفرشون التيكله شفر يعدلها وهذا وبس. اقتصاد الموصل زين حتى يساعد على فتح عجل عجل، ما سوينا شيء يعني، كل ما تروح عليه يقول لك اقتصاد تعبان ووضعيه تعبانه. ما صحيح هذا، ما صحيح ارتفاع بالاسعار، والمواطن كله عايشكي من ارتفاع الاسعار يعني. هسه تروح تشتري لك خضروات كيلو طماطه 1000 وصلت 1500، وهذا كل المواطن عينظر بيها. اريد فد شيء يثبت بانه اسعار حكومه تثبت اسعار، مثلا المواد الغذائيه، التسعيره، عندنا الخدمات بالمناطق بصوره عامه، حتى الطرق الخارجيه اذكر لي اللي هو الجمرك نفسه، الجمرك الطرق الخارجيه كله تكسرات فيه يعني، انراد تبليط، انراد خدمات، انراد بلديه، خاطر هاي الطرق كلها تتعدل ويساعد على يعني يساعد المواطن. نعم. شو طالب دورك كمواطن من اهل المواطن؟ والله طالب اول شيء الاسعار والمستلزمات الطبيه كلها ارتفعت، او طبعا مرتفع الاسعار يعني، هاي سببها الجمرك، احنا لو ما الجمرك ما ترتفع الاسعار، ما سوينا كل شيء يعني. يعني الجمرك من المواطن عينظر بالتسعيره مال الجمرك، عينظر هو يشيل العبء المواطن. نريد اول شيء الخدمات، وبعدين نريد تسعيره للمواد الغذائيه، بعدين الخدمات بالمناطق. انا كمواطن بحي القاهره شوف هاي الساحات كلها تكرم يعني، يرثى لها. وين الخدمات؟ تجيك الورقه مال ماي 100 وفوق، تجيك الورقه مال الكهرباء. زين هذا المواطن الفقير من يدفع؟ والله المقترح لعندنا بدل ما يسوون ضرائب على المحلات، والتاجر ما يهمه، التاجر ياخذ زيد يدفع رسم الفرق، والفرق اللي يتحمله المواطن اذا كانت مخضر، اذا كانت فواكه، اذا كانت اي شيء بالسوق. احنا نقول بدل ما يسوون ضرائب على العالم على المواطنين، ينطون حصتهم من النفط اللي عيبوكوها هم. هسه حصه المواطن العراقي من النفط ما لا يقل عن 750,000 دينار كل مواطن، ليش عياكلوها هم علينا؟ هاي اهم نقطة هاي عندنا، ليش ياكلون النفط مالنا؟ ياكلوهم شايلين مليارات، والعالم كله الارامل الفقراء المساكين كلهم دايحين بالشوارع ما عندهم فلوس، هم يلعبون بالفلوس لعب بالعراق.
فالاحسن هاي الحكومه ما تفيد العراق. يا ريت تشيلون الحكومه شيل قلع شرع كله ما يفيدونا. جيبونا ناس مستولين اشراف. منين هذول جابوهم؟ من ايران؟ موصل اقتصادها يساعد انه تفتح بها قمرج واللي صار مثل مذبح. والله هي الموصل الوحيده المنكوبه بالعراق كله. اكثر كل المحافظات منكوبه، بالذات الساحل الايمن، صار له سنتين الساحل الايمن، ايش عمروا به؟ روح الساحل الايمن وشوفه. كل شيء ما عمروا به. تاثيرات ارتفاع الاسعار صارت تاثيرات حقيقيه. والله العالم بدل ما اي واحد هسه بدل ما يشتري طماطم هسه كيلوين ثلاثه طماطم ياخذها ب 500 ب 1000 ونص صارت. يعني هسه طماطم ب 1000 ونص، كانت ب 500. المواطن يقدر يشتري طماطم ب 500 بس لما تصير ب 1000 ونص ياخذ له كيلو ويمشي ماشي امره بها. اي مسواك يعني ما بس الا الزمارة الطبيه العلاجات العلاجات والله العلاجات غاليه حيل غاليه. يعني قطره من العين ذاك اليوم اشتريتها ب 15000 دينار هي قد قطره ب 15000 دينار قطره من العين بس اثر اجره. شو الطالب انت؟ والله نطالب هاي بس اهم شيء الحكومه تنظر على الشعب. اذا صحيح هم قسموا يمين على الحكومه قسمت يمين بانه تقف مع الشعب تقف مع الشعب بهاي الطريقه مو تقف مع الشعب هي تاكل وتضحك على الشعب اللي قسم يمين بالدستور يراعي الشعب هي هذه يراعي الشعب يشيل الشغله الغاليه كلها يشيلوها يخلون العالم تعيش برفاه وامان. يعني اذا ابو الكيه يجي يقول لك انا ما اروح يعني القمرق اطلع، اذا ابو المسواق يقول لك انا ما اروح اتسوق. قمرق فرد مره يعني ارتفع عندنا. باي شيء اي تجاره ارتفع. بنفط اي شيء كله. كله ارتفعت الاسعار اللي عندنا هنا. يعني عندك ابسط ما يكون يجي ابو المي كان يبيعه ب 750 هسه قاعد يبيعه ب 1000. الربطه مال المي. هاي وين هاي؟ تحكي معه هو جايبه قديم عنده يقول لك والله اني عندي قمرق عليها قمرق. اكو ناس سماسره تجار كبار متعمدين بهاي الشغله؟ طبعا هاي كلها لعبه تجار كبار مستفادين منها مستفادين من هذا الشيء. زين انت بدورك مواطن شو الطالب؟ ها؟ شو الطالب؟ والله انا اطالب يعني هاي شغله القمرق يلغوها. قمرق المفروض ما يصير. يعني بعد ما مستقره الموصل بعد العالم تعبانه يعني قمرق قمرق ما يحتاج هذا الشيء. توجه رساله للحكومه المحليه الاتحاديه. والله اتحاديه الحكومه المحليه المفروض ينهون هذا شغله القمرق. لان الموصل تعبانه. من اي شيء تعبانه الموصل. فينهونها وليه وقت تقعد خلي يسوون قمرق. خل شوي بس العالم شوي تتنفس، العالم تعبت راحت سعقت فرد مره راحت انتهت. خلي العالم شوي تتنفس وبعدين يفتحون القمرق شو يسوون خلي يسوون. الشمال هي مال الشمال ومال من كل مكان. والله يا اخي ما نعرف عنها نقطة في الفيل فتحوها اللي كانت مثلا يعني على ارتفاع المواد الغذائية بشكل فظيع. الحاجة إذا كانت بربع صارت مثلا خلينا نقول بألف. هل هي هذه النقطة استثمارية ما أعرف حكومية؟ لو كانت حكومية كان حكومة هي عادي هي اللي راح تدير بال على المواطن. العالمية مطالبة. والعالم هي أشغال مدينة الموصل طلعت منكوبة. من منكوبة ومحاصرة. شغل. عمل بطل. لا احنا من الناس كلنا لا شغل ولا عمل ولا عدنا هذه. إذا تجي تشتري لك شو يصلحين كان في يصلحين كان ب 10000 صار ب 15000. المقوطيه المعجون كانت ب 1000 ونص صارت ب 6000 مثلا وهكذا. انت خذ قصه عصر العالم كله ما عادها. لا هم كلهم موظفه وراتب. احنا نريد بس من السيد المحافظ او المسؤولين اللي ببغداد يشوفون شنو هي هذه مال مال فلفل. هاي اذا استثماريه يعني ضربه قاسمه لاهل الموصل. اما اذا حكوميه اكو نسب مئويه ما يخالف خلي ياخذ 1%. قد نسبه الارتفاع اللي صارت على مستوى الطبي مستوى الغذاء على كل شيء؟ والله المستوى الطبي فظيع. اذا تجي على على الصيدليه مثلا تشتري لك حبه باراسيتوت كان بربع ب 1000 دينار الساعه. تروح على الدكتور ياخذ منك عمليه بالمستشفى كانت 100 صارت مليون. كلها هنا صح كلها صارت اهليه المستشفيات اهليه كله من القمرك لانه هذا يجي كل استيراد هذا الاسبوع استيراد هذا. يعني اذا جيب له مثلا كرتونه اذا كان ب 100000 صار مليون. اذا جيب له جهاز طبي كله قمرك. احنا المفروض ينتبهون على النقطه. ها النقطه مال فلفل خلصونا منها.
اشغال ماكو، عمل ماكو، العالم بطال اعطال هلكت، ماتت من الجوع العالم. بس على الموصل، بس على الموصل والله احنا نريد، يريدون شو نقطة القوه من الاسلحه شلعوا شلع. ايه ما اشتغل، احنا عاونونا عاونونا. ورقه الماي 137 بعلى 350 دينار طلع علي. هذه ورقه مكاره بقلت 100,000. وين المواطن؟ وين يجيب 750؟ والله وين يجيب؟ يعني هذا الرجال من الصبح المغرب ما يحصل 2000 دينار. 750,000 بالكار. هذا شاكي مسكين من الصبح الى المغرب يحسب يطلع خسران. 137 و350 عيال وصل بجيبه، شوفك اياه. ورقة الماي أبسط شيء، ورقة الماي والله 1137 و350 دينار طلع علينا. وين شايشي يا أمي نجيب؟ هاي أبسط شيء. وين هو الماي؟ والله الماي همينا حيجينا. إيه ماكو شيء يعني، شوية 5,000 3,000 2,000 كله انتقام. كله والله القمرق. وشوف مواد غذائية كلها كلها مشترى. الله وكيل، أنا كنت كم يوم أشتري 4 بطولة زيت ب5,000 دينار والله العظيم. والطحين ب15 كان ب10 10.5 صار ب15. والطماطة 1000 1500 2000 قبل يومين ب2000 هسه صار ب1000 وربع. اليوم ب1000 وربع. الخيار 750، باذنجان ب1000. كل شهر يجي ماكو الجهه 5,000 دينار، هسه جدد 46,000 دينار. هسه جدد فاتوره مال الكهرباء 46,000 دينار، يقابل عندنا معمل مال حلويات وساعتين قاعد يجي. والله ساعتين صبح ساعتين بالليل. يعني هذا ما كفر، هو هذا بلد المنكوب، هو هذا البلد المحرر. من فلوس منين؟ رواتب منين؟ العالم بطاله، العالم بطاله، لا شغل لا عمل لا ابد. من يجيبون؟ الا جاي وزير جديد بالكهرباء يحط بجيبه ويطلع. ايه اشوف عجله العليش، اكو واحد بيت 46,000 دينار مال كهرب، ماكو شيء. غنيت الغاز ب 7,000 3 ايام تخلص. اخويا مرحبا عليك اخويا، العالم هل كانوا ميت حتى راتب ما عنده، حتى ما عيشه ما عنده، يجي يطرق عليك كهرباء 46,000 دينار. شو اسمه مساء طلع علينا مال غاز، خليه يخلص حاجه. كله 2000 دينار 3,000 دينار ما يخالف، 5,000 دينار ما يخالف. من هنا مولده ومن هنا الكهرباء يجي أزيد من المولدة. يا شلون هذا شو؟ ما صايرة في تاريخ العالم هذه. نايم ما أعرف، صور المحل ماله. من ملاني أول باع طلعوا علي، يقول أنت عليك ما ضربة ما الغاز، ما ليش ما الغاز طلع عليك من ملايين؟ شركات تقول لي 1.5 مليون ثلاث أرباع بالسنة. طلعت قلت 300,000 تنطي، ما 2014 ما 2017 ما 2018، يعني وين كنا بهاي السنين؟ احنا موجودين كنا منكوبين 3 سنين، بعد 3 سنين يريدون من عندنا الساع، من عندنا 1.5 مليون، وهي قنية القاس عم بيعها 1000 دينار بيها مربح، ما بيها زيد. جمرك اثر عليكم؟ ايش ما تاثر الضريبه؟ رحنا عليها بالضريبه، يقول لي انت عليك 1.5 مليون. تقول لي عليك 1.5 مليون انت ضريبه، يما ليش 1.5 مليون؟ قصدت هدية 300,000 بس، يما 300,000 في 100 مش 300 يعني. انا ما صلي من الشهر مكمل التخويل مالي، تعامل بالتخويل مالي، اسحبي على السحوبات مالي. تقول لا هاي احنا اجراءات امنيه احنا نمشي بها. يما معود اخويا راعينا بها شيء، تقول والله 300,000 تدفع. منين جمعنا 300,000 ندفع؟ ما صارنا شهر احنا من تحت بالوكاله مال الغاز. كان كل نحمل من التجاري ويجيبوا التجاري، ليش وقت التجاري ما يحاسبون وسع الوكاله يحاسبون؟ منين تجيب عنها؟ سببها شنو؟ السبب الحكومه ما حد يحاسبون العداله. متابعة ما حد يحاسبون على شو اسمه؟ هسه خلي يحاسبني مال 2018 2019 على التخويل انا طلعته. التخويل مالي صار له شهر انا من صدر التخويل مالي صار له شهر انا احمل به، خلي يحاسبني عليه. ما تحاسبني هاي السنين اللي ماتت وانا مالي اسم اصلا بالضريبه. دزلوا من الدائره دزلوا لنا اياها على الضريبه، والضريبه ستحاسبنا عليها.
تحكي ويا المدير يقول روح على المخمن، تجي على المخمن المخمن يقول والله هاي اجراءات الامنيه موجوده احنا عندنا، احنا وين نروح هسه؟ هذه هذا القمرك؟ هي طبعا ان شاء الله كلها على القمرك. شو الطالب دورك؟ شو الطالب؟ الطالب يقول لنا هاي شو اسمه؟ حتى المواطن شويه تصل قنينه عليه، اليوم قنينه الغاز ب 10، ليش ب 10؟ ابو المعمل تاع يبيعها بسبعه، ليش يبيعها بسبعه؟ منين يجيب؟ منين يجيب القطوعات؟ منين يجيب شو اسمه؟ لو ما متفق ويا الدائره ويا شو اسمه؟ منين يجيب؟ هسه احنا نجيب قنينه الغاز نبيعها ب 6 ونص ب 6000.